السلام عليكم. درسنا لنهار اليوم هو أنواع الخبر. وأول شيء لازم تعرفه عزيزي التلميذ أن ركني الجمل الإسمية أو عناصر الجمل الإسمية هما عنصرين أساسيين، ألا وهما المبتدأ والخبر. الخبر هنا عنده ثلاث أقسام. أول قسم هو خبر يكون مفرد، خبر يكون جملة، وخبر يكون شبه جملة. نبدأ خبر مفرد، يعني كلمة مفرد يعني أنه يكون كلمة واحدة لا يهمني نوعها. إذا مثل يعني الكتاب مفيد، نوع هنا الخبر مذكر. الأم مدرسة نوعها مؤنث. البنتان نشيطتان نوعها مثنى. والمعلمون بارعون نوعها جمع. أما في القسم الثاني الخبر جملة، هنا فيها قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية مثل البنت شعرها طويل، البنت هنا مبتدأ، شعرها مبتدأ ثاني، ها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، طويل خبر للشعر. والجملة الاسمية كلمة شعرها طويل، كلمتين شعرها طويل، الجملة الاسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. يشتغل عندنا مثال ثاني، العصفور صوته عذب، نفس الشيء العصفور مبتدأ، صوت هو المبتدأ الثاني، الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، عذب خبر. والجملة الإسمية من كلمتي صوت عذب، صوته عذب، خبر للعصفور. والجملة الإسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. يشترط في الجملة الإسمية ضميرا يعود على المبتدأ، الضمير مثل شعرها، الهاء يعود على البنت، صوته الهنا، الهاء يعود على العصفور. الضمير يعود على المبتدأ ويتبع المبتدأ في التذكير إذا كان مذكر أو مؤنث أو جمع. أما الجملة الفعلية مثل الفلاح يحرث الأرض، الولد يكتب الدرس، هنا الفاعل بعد يحرث. أول شيء نعرفه أن الفعل يأتي دائما مباشرة وراء المبتدأ، أن الفلاح مبتدأ، بعد المبتدأ عندنا فعل يحرث الأرض، وكذلك هنا والفاعل ضمير مستتر. لمعرفة الجملة الفعلية أن الخبر جملة فعلية، دائما بعد المبتدأ عندنا فعل يا إما ماضي يا إما مضارع. مضارع مثل الفلاح يحرث الأرض، وماضي مثل المعلمة شرحت الدرس. المعلمة مبتدأ لأنه اسم في بداية الجملة، بعد المبتدأ عندنا فعل شرحت، والفعل ضمير مستتر تقديره هي، الدرس مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. نشوف القسم الثالث من الأقسام، أنواع الخبر. القسم الثالث وهو الخبر شبه جملة، ينقسم كذلك إلى قسمين. لما يكون عندنا خبر جار ومجرور، يعني مثل النظافة من الإيمان، النظافة مبتدأ، من حرف جر، الإيمان اسم مجرور، وشبه الجملة من جار ومجرور في محل رفع خبر للكلمة للمبتدأ الأول النظافة. نفس الشيء مثل الكتب على الطاولة، جار ومجرور، خبر للمبتدأ. وعندنا القسم الثاني هو الخبر يكون ظرف مكان، مثل العصفور بين الأغصان، العصفور مبتدأ، بين ظرف مكان، الأغصان مضاف إليه، وشبه الجملة من ظرف مكان مضاف إليه خبر للمبتدأ الأول العصفور. إذا الإعراب عندنا هنا عندنا مثل آخر، القط تحت الطاولة، يعني يكون لما يكون الخبر ظرف مكان. عندنا أنواع الإعراب، الخبر مفرد العلم نور، هنا الجملة اسمية تتكون من عنصرين، الأول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والعنصر الثاني هو خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. الحالة الثانية لما يكون الخبر جملة اسمية، العصفور فوق الغصن، العصفور مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، فوق ظرف مكان وهو مضاف، الغصن مضاف إليه مجرور بالكسرة، وشبه الجملة يتكون من ظرف مكان والمضاف إليه ظرف مكان في محل رفع خبر للعصفور. النوع الثالث من الإعراب لما يكون الخبر جملة فعلية، عندنا الفلاح يحرث الأرض، الفلاح مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، يحرث فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة كذلك، والفاعل بعد الفاعل نبحث عن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الأرض مفعول به منصوب بالفتحة. هنا نقول الجملة الفعلية لأن عندنا المبتدأ وما عندناش الخبر، إذا الجملة الفعلية تتكون من الفعل المضارع والمفعول به في محل رفع خبر. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس تاع أنواع الخبر، يعني أقسام أنواع الخبر. قلنا كان خبر مفرد، خبر جملة تتقسم إلى اسمية وفعلية، وخبر شبه جملة لما يكون عندنا ظرف مكان، وعندنا جار ومجرور. إلى الملتقى بإذن الله.